في الحقيقة كنت في الأسبوع الماضي في أمسية شعرية لزميلنا الشاعر جعفر حجاوي واستمتعت بها جدا، وكنت أقول لنفسي نحن بحاجة فعلا إلى محافل أدبية نرقى بها وتنتعش بها أرواحنا بين حين وآخر. كنت أقول لنفسي هذا، وفي غضون أيام جاءنا اتصال من المؤسسة البابطين يخبرونني به عن هذا اللقاء الأدبي الجميل، فأنا جدا سعيدة به وأشكركم عليه. في الحقيقة لم أجهز نفسي، وجدت بطلب القصيدة، فوجدت هذه القصيدة شاركت بها سابقا في أحد مواسم مهرجان ربيع الشعر. أجميلتي لا ترقبي حركاتي، إني لغيرك ما وهبت حياتي. تتوترين إذا رأيت جميلة مرت أمامي، أودنت بسكاتي وتحاولين بكل ما أوتيت من فن الدلال إماطة النظرات، فيلوح رأسك يمنة أو يسرة ويغيب ثغرك داعيا قبلاتي. يا بعض ضلعي، يا بعض ضلعي، من سأسكن ضلعها إلا التي قد هدهدت سكناتي، ومن التي أشتاق عطر حديثها وأضم فيه تبعثري وشتاتي. أنت المودة، أنت المودة، حين يسكبني هوى من مقلتيك أذوب في لحظاتي. لا تمطري، لا تمطري بالغيظ كل جميلة، أو ما رأيت البدر في المرآة. لا تأبهي لجموعهن وحاذري، تفاحهن مسمم الكلمات. لو تعلمين، لو تعلمين بغيظهن أميرتي لرفعت هام الكبر للسموات، ولجاء من سبأ إليك بغفلة عرش دعا بلقيسه بثباتي. هذا مقامك، هذا مقامك في الفؤاد، فأسلمي لا تجحدي في حبه الآيات. يا مهد حرفي، يا مهد حرفي، ما أنا بك مبدلا نون النساء، وأنت ياء حياتي.